المستوى هذا كيف انت بعطيك انا معلومات وانت بتستخرج منها سؤالين ثلاثه بعطيك اياهم بدايه الفيديو عشان تتخلص من عقده انه انا مش فاهم الناس اللي بيحكوا معايا بالمحادثه ولا الافلام لما بسمع بتفرج على فيلم مش فاهم ولا حاجه حول كل شيء مزابط معايا تعال شوف كيف المستوى هذا بده يغير لك هذا كله ويعطيك حل بسيط بامكانك انك تطبقه يلا نشوف مع بعض على النبي وتبسم حبايب قلبي اهلا وسهلا فيكم اسود انجلش وسبيتا سبيتا مثل ما وعدتكم هذا هو المستوى السادس مستوى عملاق لا يليق الا باسود سبيتا هذا المستوى راح يخليك تتغلب على مشكله عويصه موجوده عند النسبه الساحقه منا مش بفهم الافلام ومش بفهم واحد عم بيحكي انجليزي ولا بفهم واحد بيكلمني رغم ان انا شاطر لو جبت لي ورقه بحل عليها كل امتحان واكتب لك موضوع تعبير الحلقه الاولى اليوم راح اشرح لك كيف حتعمل قبل ما اعطيك كيف بنشتغل بالحلقه الاولى وش مطلوب منك وش قصتها وش السؤال ما تنساش تحصل على الفيديوهات تبعت كتابين اللي نزلت لك اياهم مجانا ممكن تحملهم موقعي او بالتعليق اول تعليق موجود الرابط انك تحمل الكتابين وايضا في عنا عاملين عرض خاص اليوم بامكانك تخفيض لفتره قصيره جدا كانك تحفظ تحصل على السيديهات الصوتيه والمرئيه الفيديوهات اللي تشرح لك هذول الكتابين ما تنساش تروح على موقعي بتلاقي فيه معلومات كثيره جدا بتفيدك الدروس ملخصه وكوزات والكتب المجانيه وايضا اذا انت بتتابعني على اليوتيوب زي الاسد تنساش تعطينا لايك like الان وتفعل الجرس عشان تجيك الدروس الحلقه الاولى كالتالي انا راح احكي عن موضوع والموضوع تبع اليوم هو عن tell us about رمضان tell us about the month of رمضان راح احكي لك عن هذا الموضوع والمطلوب منك انت طبعا مش راح يجي لك ترجمه لا عربي ولا انجليزي ولا بس انا حكون بحكي عشان تركز معي زي الاسد ايش مطلوب منك التالي تستخرج لي ثلاث افعال من الكلام اللي راح اقوله تستخرج تعطينيهم بتعليق طبعا زي الاسد تستخرجي ثلاث افعال وتستخرج لي فاكهتين من اللي انا حقوله ما تجيبليش فاكهتين من عندك نو no. انا وانا بحكي راح اقول كثير افعال وراح اقول عده اكل وطعام وفواكه وخضروات مطلوب منك تكتب لي بتعليق ثلاث افعال من اللي انا قلتهم وفاكهتين من اللي انا قلتهم جاهز بدي ياك تنسى كل الدنيا حواليك، تركز معايا انا بس هنا، خمس دقائق لنهاية الفيديو وشوف الفائدة الكبيرة، جاهزين؟ ركز عشان تستخرج اللي طلبته منك. So the question is, can you tell us please about the month of Ramadan? Yes. The month of Ramadan is the holy month for Muslims, for all Muslims all over the world. Why? Because it is the holy month. It is the holy month because People concentrate about doing all the good things, but most important is fasting. Fasting means Muslims they stop eating, stop drinking, so they fast from the sunrise around the sunrise until the sunset. During the day of Ramadan, Muslims all over the world, they try as much as they can to read the Qur'an, to pray the prayers, and as well to enjoy food, because food is very important. They're fasting the whole day, they don't drink, they don't eat, they're just practicing their life without anything. Getting into their stomach. So, by the end of the day, they need to eat something delicious. Not only to eat, but as well to drink. All types of juice. For example, they can prepare orange juice, banana juice, apple juice, and different types of drinks. But as well, mothers all over the world, all the mums and women, they try to prepare something delicious in their kitchen. Were well, there about rice, food, fish, uh, durries, But there is, hey, there's something important. Muslims love to break their fast on it. What is that? It is dates. What is the dates? Dates, what Muslims eat during Ramadan, specifically during Ramadan, but it's kind of, I can call it fruit, I think. It is super delicious and very healthy fruit muslims use to break their fast with after eating or what we call it the breakfast or iftar this is where people or muslims break their fast or their fasting and they start eating and drinking and when it's the night there is another prayer famous prayer in ramadan it is called what's called at-tarawih tarawih is the prayers with the al prayer for muslims all over the world now from what i have said i think you can list down in a comment you can write down you can share with us three verbs from what i have mentioned plus two types of fruits i've mentioned different names of fruits during my speech and i want you to list down two uh, fruits two fruits and three verbs i've mentioned thank you so much الدرس تبع اليوم حكيت لك عن رمضان بشكل عام طلبت منك تعطيني ثلاث افعال من اللي انا قلتهم وانا ذكرتهم وفاكهتين ذكرت عدة فواكه بدك تذكر لي اياهم بتعليق هذه السلسله بدك تستفيد منها استفيد ما بدك انت حر بس صدقني واقسم لك بالله في هالرمضان ما فيش حل سحري يخليك تتغلب على مشكله استماع الا انه تعودي ودانك معايا بهذه السلسله، زي الاسد بتشاركني الان بتعليق اللي انا طلبت منك تعطيني ثلاث افعال وفاكهه وما تنساش تروح موقعنا تحصل على الكورسات عشان تستفيد اكثر واكثر، بالمناسبه الكورسات تبعنا عم عليها خصم كثير كبير وفيها ملفات صوتيه يمكنك انك تسمعها وتستفيد بشكل كثير كبير، جاذرونا بالحلقه الجايه ب حلقة جديدة من المستوى السادس بموضوع جديد بكوز جديد تستخرج من الكلام اللي أنا قلته ما حدش يطلب مني أستاذ أكتب الكلام اللي أنت بتقوله ترجمة تحت بالإنجليزي أو بالعربي مش راح أعمل هذا الشيء لا بدك تعود على طريقتي مش على طريقتك من طريقتك اللي أنت بدك إياها أو اللي علمك عليها أستاذك مش عم بتجيب معك نتيجة فالآن حان الوقت أنك تتبع طريقتي عشان تستفيد ما فيش لا ترجمة عربي ولا انجليزي ولا حتى بنهاية الفيديو بس بدك تركز معي بودانك قلت اه قلت لا غصبا عن شيطانك بدك تتبع هذا المستوى وتستفيد معانا زي الاسد دعونا دعوة حلوة بالرمضان دقيقهم قريبا بالفيديو حلقة رقم اثنين سلسلتنا مستوى السادس تحياتي تنسوناش اللايك ودعوة حلوة مع السلامة